أني أن أرحب بكم في هذه السانحة السعيدة المتوجة لسباق رالي وأولمبياد العلوم 2020-2021، وذلك بتسليم جائزة رئيس الجمهورية للعلوم الفائزين بها بعد جملة من التصفيات اعتمدت أحدث طرق التقويم وأكثرها شفافية. إن الهدف من هذه التظاهرة هو تنمية الطاقات العلمية وثقافة التنافس الإيجابي لدى أبنائنا التلاميذ وصقل عقولهم وتكييفها مع متطلبات التكنولوجيا وتحفيزهم على التطلع لآفاق علمية أرحب، وذلك اتساقاً مع الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه المسابقة. فخامة رئيس الجمهورية، أيها السادة والسيدات، لقد تم تنظيم هذه المسابقة بإشراف مجلسي العلمي الذي يضم مجموعة من أصحاب الخبرة من مفتشين وأساتذة المواد العلمية، وقد جرت المسابقة على مراحل وفي مسارين، مسار الأولمبياد ومسار رالي. في مسار الأولمبياد شارك 5846 تلميذاً، يتأهل للدور الأخير 474 تلميذاً بعد اجتياز المرحلتين الأوليتين، وينال الجائزة 12 تلميذاً يمثلون الثلاثة الأوائل في كل من الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية بالنسبة لمستوى البكالوريا، إضافة إلى الثلاثة الأوائل في مادة الرياضيات للسنة الرابعة أي مستوى شهادة ختم الدروس الإعدادية. ما في مسار الرالي فقد شارك 4541 تلميذاً، وصل منه المرحلة الأخيرة 36 تلميذاً، ينال جائزة 27 تلميذاً منضوين في 9 فرق هي الفرق الثلاث الأولى المتفوقة في كل مستوى من المستويات المشاركة.